البطل العراقي جاسم قدوري ينهي مشواره في دورة الألعاب الآسيوية في آخر نزال بلعبة السامبو بخسارة مرفوعة الرأس بسبب الأخطاء التحكيمية. نشاهد. هذا اللاعب يحتفل بحصوله على الوسام اللاعب الاندونيسي، علما انه هذا سرقة من البطل برح النهار جاسم قدوري. شو تحب تقول حبيبي جاسم؟ شافوا الظلم التحكيمي والبعثة العراقية والكابتن الاستاذ فلاح حسن والكابتن حيثم، شافوا هاي ثاني ميدالية تنسرق بوضوح النهار بسبب لقانا مع اللاعبين الاندونيسيين. هاي راح تعب المعسكرات، تعبك راح انت رجال، ان شاء الله سجلوا غياب ومريض وبارحة اليوم كله ما نميت، وهذا صوتنا يا ريت يوصل ويدعمونا بعد اكثر واكثر ويانا خبراء حكيميين. عندنا همين سيف خضر الحكم البطل، همين احد المحترفين، ونريد بعد وبعد.